الآن في مفترق الطرق، وأن الناس لازم الحكومة لازم تعمل توعية للمواطنين كلهم عشان يعرفوا أنه البلد دي في خطر، ما يتركوا أي إنسان يعني يعبس بمقدرات هذا البلد. حقيقة ما حدث بالأمس أثار الهلع لدى المواطنين. نحن بنطالب القوات المسلحة بإخراج هذه المقرات التابعة للعمليات العسكرية خارج الخرطوم. حقيقة كانت مزعجة جدا، المواطنين كلهم كانوا يعني في هلع حتى الساعات الأولى من صباح اليوم. اللي حصل أمس يعني من توترات أمنية ومن أصوات للرصاص داخل العاصمة الخرطوم يعني ترك آثار كبيرة ومخاوف لدى المواطن السوداني. يعني حتى العاصمة الخرطوم أصبحت مهددة والمواطنين في الخرطوم أصبحوا مهددين. يعني هناك يعني ثغرة أمنية كبيرة أصبحت في العاصمة الخرطوم. حق السودانيين والسودانيات في أن يختاروا جهاز يحميهم وليس يروعهم، يختار جهاز أمن فيه عناصر وطنية تدعم عملية التحول الديمقراطي والانتقال السلس للسلطة في السودان.